احنا عايزين النهارده اغنيه تكون بمناسبه شهر رمضان بتهديها للامه الاسلاميه وشعب مصر. انا عامل غنوه لشهر رمضان السنه اللي فاتت، نزلت غنوه حلوه قوي اسمها انا رمضان، تقول انا رمضان انا شهر الصوم والقران، انا مفتاح باب الريان، مشتاق ليكوا بقالي زمان وانتوا اكيد مشتاقين. انا رمضان انا رمضان. كلمه بقى تقول ايه النهارده لجمهورك بمناسبه حلول شهر رمضان؟ اقول لكل الامه العربيه كل سنه وانتم طيبين، كل الامه الاسلاميه على وجه الخصوص كل سنه وانتم طيبين، جمهوري على وجه التحديد ربنا ما يحرمني منكم ابدا ابدا ابدا، وربنا يخليكم ليا، ودعمكم هو السند بعد ربنا سبحانه وتعالى. ميرسي جدا. شكرا شكرا لاخبار اليوم. شكرا.